السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. المطلوب منك هو أنك تأخذ شي مكان اللي تكون فيه مرتاح، وأنك تركز حتى لآخر دقيقة باش تحاول تستفد إن شاء الله. كما العادة غادي نمروا للحاسوب باش نقوموا بعملية الشرح. طبيعة الحال من بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم في قناة عيسي لعلوم الحياة والأرض. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، نظرا لإلحاحكم وطلبكم غادي نحاول نزيدكم واحد ليكستخي ثاني فيما يتعلق بالفرد الأول الخاص بالثانية إعدادي مسلك دولي أو خيار فرنسية. دونك اشتغلنا في الحلقة الماضية على مجموعة من التمارين، اللي ما شافهمش غادي نخلي الرابط في الوصف، وغادي نحاول نزيد لكم بعض التمارين الاخرى المقتطفه من بعض الفروض والمتعلقه بالجزء ديال لا تيكتونيك دي بلاك. دونك الاغلبيه طلبوا مني تمارين في هاد لابارتي ديال لا تيكتونيك دي بلاك. تري بيان، دونك اون باس. دونك ici vous avez un document qui présente des phénomènes géologiques. On va premièrement déterminer le nombre des plaques lithosphériques représentées sur ce document et leur nature. دونك المطلوب منا هو اننا نحددوا العدد ديال الصفائح الصخريه الممثله في هذه الوثيقه ونحددوا الطبيعه ديالها. دونك كما كنعرفوا عندنا دي بلاك اوسيانيك ودي بلاك اوسيانو كونتيننتال. دونك الى جينا نشوفوا هنا فغادي نلقى عندي ثلاثه ديال لي بلاك، اكزيست 3 بلاك. هاي لا بلاك الاولى هي هذه، لا بلاك الثانيه هي هذه، ولا بلاك الثالثه هي هذه. دونك ما بين هاد لا بلاك وهاد لا بلاك كاين واحد لو موفمون، وما بين هاد لا بلاك وهاد لا بلاك كاين ان اوتر تيب دو موفمون. دونك اي ليكزيست 3 بلاك ليتوسفيريك. بالنسبه لا ناتور ديال هاد الاولى هادي باسيفيك، سي اون بلاك اوسيانيك، هي واحد الصفيحه محيطيه فقط. دوزيام بلاك اي لا ثروازيام بلاك سو سون دي بلاك اوسيانو كونتيننتال. دونك هنا عندي لو كونتينو، هنا عندي لوسيون، وهذه ايضا عندي هنا لوسيون، وهنا عندي لو كونتينو. دونك هذه وهذه سو سون دي بلاك اوسيانو كونتيننتال، صفائح قاريه محيطيه. الوغ كو بالنسبه لهاد لا بلاك هذه سي اون بلاك اوسيانيك، سولمون اوسيانيك. تري بيان، دونك اون باس اون فا بريسيزي لو تيب دو موفمون دي بلاك ليتوسفيريك او نيفو دو لا زون اكس et au niveau de la zone Y. Donc au niveau de la zone Y, donc غادي نحاول نمسح هذا الشيء باش يبان الرسم. Donc au niveau de la zone Y هنايا هنا عندي واحد لو rapprochement. Donc هنا كاين واحد لو rapprochement هنا. Donc c'est une convergence. Ou bien c'est une convergence. Donc واحد تقارب. Donc on va نقولوا rapprochement تقارب ولا نقولوا convergence. Très bien. Donc au niveau de la zone Y, Y هنا عندي convergence. غادي نجي هنا ونكتب بالفرنسي convergence ولا نكتب rapprochement. Alors que بالنسبة لو تيب دو موفمون au niveau de la zone X هنا عندي divergence، تباعد ولا éloignement. غادي نجي هنا ونكتبها بالفرنسي، ما عنديش الأسهم، غادي نكتبها بالفرنسية. Donc on veut basant sur le document هذا لو دوكيمون اللي عندي هنايا et sur vos connaissances وعلى المعلومات السابقه اللي عندي on va expliquer l'origine de la mobilité des plaques lithosphériques. غادي نحاولوا نحددوا المصدر ديال الطاقه المحركه للصفائح الصخريه. كما كتعرفوا كما درستوا في الدرس انه كلما تزاد العمق كتزاد درجه الحراره. دونك on appelle le gradient géothermique. ما حدنا كنزيدو في العمق ودرجه الحراره كتزاد. دونك او نيفو ديال هاد الطبقه هذه اللي كتسمى الاستينوسفير، العلماء اكتشفوا انه كتنشا واحد التيارات، واحد لي كورون كونفيكتيف دائريه. علاش؟ حسب اختلاف ديال الكثافه. دونك كنتو درتو واحد التجربه كتبين على ان اختلاف ديال الكثافه تؤدي الى انشاء او انتاج هذه التيارات الدائريه. دونك هاد التيارات الدائريه او نيفو ديال هاد لو ريفت، هذا كيتسمى لو ريفت اللي كيكون على مستوى لا دورسال اوسيانيك، هاد لو ريفت هذا
au niveau de la rift, on dit les courants de convection ascendante. تيارات صاعدة لأن درجة الحرارة هنا كتكون مرتفعة. alors que هنايا au niveau ديال هاد لي زون de rapprochement اللي كيعطوني لو فينومين ديال la subduction, هنا كيكونوا عندي دي كورون دو كونفيكسيون ديسوندونت, تيارات هابطة. علاش؟ لحقاش هنا درجة الحرارة كتكون نسبيا باردة مقارنة مع هاد المناطق. Donc, quelle est la cause de la mobilité des plaques lithosphériques? Ce sont les courants de convection qui naissent au niveau de la sténosphère. Très bien. Donc, on passe. Alors, بالنسبة لا كيستيون ما نش كاتبو هنايا, غادي نحاول نعطيكم على لا كيستيون. دونك لا كيستيون كان هو انه غادي نحدد لي بلاك ليتوسفيريك اللي عندي في هذه الوثيقة. دونك شحال كاين بلاك ليتوسفيريك غادي نحسبوهم؟ كاين هاي الاولى لا بلاك باسيفيك هي اوسيانيك, لا بلاك نازكا هي ايضا اوسيانيك, وعندي لا بلاك امريك دي سود هي اوسيانو كونتيننتال. تري بيان. كان لا كيستيون هو انني نحدد بخطوط متقطعة دي بوانتيي الحدود ديال هاد الصفائح. دونك غادي نجي هنا خطوط على هاد الشكل هنا. دونك هادي الحدود اللي كتفصل ما بين هاد ثلاثة ديال الصفائح. دونك هنا كنلقى صفيحة امريكا الجنوبية, هنا صفيحة نازكا, وهنا صفيحة المحيط الهادي لا بلاك باسيفيك. دونك هاد لا زون اللي عندي في الوسط هنا, هاد لا زون هنايا, هذا هو لو ريفت اللي كيتوسط كيكون في الوسط ديال لا دورسال ميديا اوسيانيك. دونك اسو نيفو على مستوى هاد لو ريفت كيتشكل لنا او كيتشكلوا لنا الصخور ديال البازلت واللي كيشكلوا لنا القشره المحيطيه لا كروت اوسيانيك. دونك لا كروت اوسيانيك اللي كونستيتوي اسونسييلمون دي روش دو بازلت. alors هاد لي روش دو بازلت عندهم ديفيرونت اج. ها هو اللاج عندي هنايا, اللاج كنلاحظ انه كلما اتجهنا في اتجاهات الالوان هادو كلما اللاج كيتزاد, يعني كنمشي لاقدم انواع الصخور ديال البازلت. اذا واش كنستنتج انه كلما ابتعدنا من هاد لو ريفت هذا في اتجاهنا نحو الجوانب ديال هاد لو ريفت كلما تزاد اللاج ديال البازلت. دونك البازلت اللي كنلقاوه في هاد المنطقه هو اقدم مقارنه مع البازلت اللي كيكون هنايا. دونك البازلت اللي كيكون هنا هو احدث, اللي بلو ريسون, alors que le basalte qui se trouve dans les périphéries ديال le rift il est très ancien. بالفرنسي غادي نقول لكم plus qu'on s'éloigne du rift l'âge des basaltes devient ancien, au le contraire plus qu'on se rapproche du rift l'âge du basalte devient récent. شكرا لكم وإلى اللقاء.